الإخوان السلام عليكم، محمد البوديلي كيحييكم وكيرحب بكم في حلقة جديدة كيف العادة من برنامج قضايا ساخنة. البارح خرج علينا المدعو الوالي العقيق، كيقولوا عليه اللي كيقولوا عليه بأنه قيادي كبير في تنظيم البوليزاريو وبأنه هو المسؤول الحقيقي على القوات المسلحة ديال الجيش الصحراوي وماشي الجزائر، وهدد بتنفيذ هجمات إرهابية داخل العمق المغربي، وقال بأنهم غادي يستهدفوا كل المدن المغربية، ودابا كيتسناو فقط تلقي الأمر العسكري باش يبداو التنفيذ. في نظري كلام بطبيعة الحال من وحي الوهم والخيال، وهذو هما الفراقشية من 45 عام وحنا كنسمعوا غير التهديدات، ولكن ما عمرهم قدروا نهائيا على شي حاجة، حتى القرقارات اللي حاولوا يحتلوها ويتلعبوا فيها نهار ناض ليهم الجيش المغربي فرسك باباهم في رمشة عين بحر الجراد وخلاهم هربانين مذعورين مثل الجوردان. اليوم الصحافة المغربية كلها كتهضر على التحرك القوي ديال الجيش المغربي باش يسكت هاد البياض عاوتاني، واللي كيبان بان قملهم سخن وكيقلبوا على خلا دار باباهم. هادشي راه هما براسهم اعترفوا به وقالوا بانهم شافوا قوافل تابعه للقوات المسلحه الملكيه تتقدم في اتجاه ثلاث نقاط في الصحراء المغربيه وبالضبط غرب الجدار العازل، وبان القوات المغربيه انتشرت بشكل كثيف في مناطق المحبس وقلتت زمور واسرد، ووصلت القافله البارح الحد الى وجهتها بعد ان شهدت وهي تعبر الطريق بين قلميم ومدينه العيون. مصادر صحراوية قالت بأن جزء من القافلة العسكرية المغربية تموقع في محيط منطقة بير أنزران، فيما وصلت فرقة أخرى مكونة من قوات مهاجمة ودبابات منقولة إلى منطقة أسرد. وتشهد المناطق الصحراوية منذ يوم الجمعة الماضي تحركات غير عادية من طرف القوات المغربية الباسلة، حيث تم رصد عملية نقل مكثف لآليات عسكرية في اتجاه الجدار الأمني العازل في الصحراء المغربية، كما تم نشر فيديو التقطه أحد الأشخاص يرصد فيه ما قيل إنه عملية لنقل القوات المسلحة الملكية المغربية لمعدات عسكرية ثقيلة إلى المناطق الثلاثة المذكورة، حيث تجري المواجهات أو مواجهات مرتقبة مع ميليشيات البوليزاريو. ما يظهر من الفيديو يشير إلى نقل دبابات عسكرية وعربات حربية، وهو ما جعل الناس تتساءل إذا ما كانت القوات المغربية تحضر للقيام بهجمات وضربات قوية في المناطق التي تعرف مواجهات ومناوشات مع جبهة البوليزاريو وبالضبط داخل المنطقة العازلة. وتجدر الإشارة إلى أن المناطق التي وجه المغرب قوافله العسكرية إليها كتعرف بين الحين والآخر مناوشات بين القوات المغربية وميليشيات جبهة البوليزاريو الانفصارية، وقد يكون هذا التحرك المغربي يأتي كمقدمة لعمل هجومي جديد يهدف إلى إنهاء جميع أنشطة ميليشيات الجبهة الإرهابية في الصحراء المغربية. ومنذ العملية العسكرية التي قامت بها القوات المغربية لتطهير معبر القرقارات من الانفصاليين لم تستطع البوليزاريو كسب أي تقدم ميداني على أرض الواقع. وأعلن المغرب من جهته بأن مسألة المعبر الحدودي في القرقارات قد انتهت بصفة نهائية ولن تتراجع القوات المغربية عن المعبر رغم كل نداءات الجيش الجزائري وشكاوى البوليزاريو، ورغم البيانات العسكرية العديدة التي تنشرها الجبهة الانفصالية بشأن الحرب في الصحراء، إلا أنها لم تستطع أن تقنع المجتمع الدولي، كما أنها لم تستطع كسب أي انتصار عسكري قد تستغله في جلب الأنظار، وهو ما يشير إلى وجود تفوق مغربي واضح كبير في الحرب التي جرت. وكان عدد من قادة البوليزاريو قد اعترفوا بصعوبة المواجهات مع القوات المسلحة المغربية حاليا في ظل التفوق العسكري المغربي المدجج بأسلحة حديثة متطورة، في حين لا زالت الجبهة الانفصالية تعتمد على معدات
وآليات عسكرية حربية تقليدية وقديمة من الخردة. تحركات الجيش المغربي تأتي بعد تهديداته وصفت بالإرهابية أطلقها من يسمى رئيس أركان جيش التحرير الصحراوي محمد الواري العقيق، والتي حرض فيها مقاتلي الجبهة على هجوم واسع في المدن الصحراوية المحتلة حسب تعبير هذا القندوح. وقال الوالي عقيق في خطاب متلفز أمام مجموعة من المسلحين إن الهجوم سيتم عبر التخريب وأعمال الكوماندوز دون المساس بالمصالح المدنية حسب ادعاءاته. وقال أيضا بأن الحرب بدأت وستشمل يوما بعد يوم مناطق لم تكن قد شملتها، وأن مدن رئيسية في الصحراء المغربية مثل العيون والداخلة غادي يتم الدخول لها، لأن شعبنا والآلاف من الشباب الصحراوي مستعدون وكلهم مشحونين بالوطنية الانفصالية والاستعداد للقتال والحرب بكل الأساليب المتاحة في متناولهم للقيام بعمليات عسكرية وعمليات نوعية. ومع الوقت ستظهر نتائج هذه الأعمال القتالية في المناطق المحتلة كما يقول هذا الخائن. وتأتي تصريحات القيادي في جبهة البوليزاريو المتطرفة ضمن خطابات أخرى تدخل في هذا النطاق، والتي أطلقها محسوبون على التيار الانفصالي للبوليزاريو، والتي دعت إلى استهداف المغرب في مركزه عبر عمليات إرهابية. وفي الواقع هذه التصريحات هي عبارة عن رد فعل على هزيمة الجبهة نهاية عام 2020 خلال العملية العسكرية المغربية لتحرير منطقة القرقالات من مسلحين إرهابيين تابعين للجبهة أغلقوا الطريق أمام القوافل التجارية القادمة والمتجهة إلى موريتانيا ودول غرب أفريقيا. ومنذ اندلاع المواجهات في أواخر سنة 2020 بين عناصر البوليزاريو والقوات المغربية، وذلك على إثر قيام المغرب بطرد موالين للجبهة كانوا يقطعون معبر القرقالات الحدودي مع دولة موريتانيا، وهو الأمر الذي تسبب في توقيف صادرات المغرب نحو عدد من البلدان الأفريقية الغربية. ومنذ ذلك الحين والجبهة الانفصالية تتلقى خسائر مادية وبشرية خلف الجدار الأمني، بينها قيادات بارزة سقطت باستهداف من طائرات مسيرة مغربية. كان معكم محمد البودالي في حلقة جديدة من برنامج قضايا صخيب. أرجو إخواني وكما جرت العادة أن تدعموا هذا المحتوى الهام بمشاركة هذا الفيديو على نطاق واسع حتى تعم الفائدة ويستفيد كل من يهمه الأمر من هذا الدرس البليغ. كذلك لا تنسوا ترك تعليقاتكم أسفل في ركن التعليقات، لا تترددوا في التعبير عن آرائكم حتى نعمم النقاش حول مسألة الانفصاليين الإرهابيين ونستخلص الدروس والعبر الممكنة مما جرى. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى موضوع آخر بإذن المولى عز وجل.